أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دوادة واراركي قدن بيا أعلن سيدة ميديا ميدوغا مشارحين تمعارض كاود دالبادي أفر قوضب كدب شركي كسو إدلادي مقالة المقدشو سيدو أكرا عيدة مادة جنان أولاقا قادي قاديد كدقالي واراركي قدن بيا يا كسو بحيات دك مادة دولو ميدوغا مشارحين تمعارض كايا ور مرتياد كسو ساري شركي سدح ده مالمو دوغو سعودي مقالة المقدشة عاصمة ده صوماليا اي لوغا حدلية حالة ده سياسة ده دالكا كولان مالما سعودي ايا كسو قبقبوبي مقالة المقدشة كولا مداسي او اي كسو قيب غلين مشارحين تاكو بهوبي قولها ميدوغا مشارحين تمدحويني وحا كولان كديرة ده لغو ساري قود اهان حالة ده دالكا ومارا يو غار اهان ارما دورشو ينكا ايا لغو يري قرال كسو بحي ميدوغا مشارحين تمعارضكا سيدو كلا ور مرتياد كا ايا لغو شيغي ان قولها او وضا تشي لايشي قيبها كالدوان اي بلشدا قوله وحو كولامو لايشي قدiga دورشو ينكا هير فدرال ارورادا بلشدا رايد كا هي باش عالمكا وحو كلا قوله وضا حضل لايشي رئيس الوزارة محمد حسين روبلا قلوه وحو لقبا في لشاد الشعب كصوماليا دي باش عالم كا اهيد ان دورو شوين كا اي كفي عنادان كوي دعي لابكوني لابي طوانكي اي لابكوني اللحي طوانكي ورسا حافدات كميدوغا مشارحين تمعارد كاوكا كوبان لاببوغا ايا وحا ولا علوغو موجيه سيدا اي كو بلاودين دورو شوين كا دالك سيدو كلان اي اتاقي يهين حقيجين تا سيدي اي دالك اوغو قبصو ملهي دورو شحر اي حلال اهي كنا دعادا حبراع هشيس لغو يهي سيد دالك لوغو بدبادي وحاسلوني سياسي داد اوهر له قولوه وحو ولاعك موجين ايا سيدا ايكو بلاودين دورو شوين كدالك قولوه وحو اتاقن يهي حقيجين تسيدي اي دالك اوغو قبصو ملهي دورو شحر اي حلال اهي كنا دعادا حبراع هشيس لغو يهي اوقف كستو صوماليات كو قنعسن يهي ميدوك مشارحين تا ايا دالبادي ان حبراع دورو شوين كاقل كهوسي اي نقضان كو وده فوران او لودن يهي اسلامر كاسين اللبالاريو الشركة قولها وده تشيغ قران وحونا قولها سو جيديي كو ان بقول يصدن كي اولي دقاميد اي لو اقون سنا هقان كدقان كبيلها صوماليات اي سلديك ان نقضان سو حوليست ارقوين كدوران ايا حليبانا دا اقل كهوسي لابا ان دورشادا اي كدعا دا قوب امنيجي دا سوغن يهي او بوليس كفدرال كدولد قوبليد دي اميسوم كودا قيب قاتان سدح إن كالين تا دولد غوباليد يدا أيكو إكاتو فودودين تا إيا حبسامي او قبشادا دورشوين كا قرنكا أفر إن بلشادا رايد كا أي أرادا عالميغا إيو حبنها بيش عالم كا أي قبجوك أما كرجوك كا أهادان حبسامي او سعود كا دورشوين كا قرنكا وقدن بين تي ورمورتييد كا كسو بحاي ميدوغا مشارحين تا أيا وحا لغو يري حدباسي تاسي لو حقيجيو قلوه وحو اوغو باقا يا رئيس الوزاري روبلي إن او بلاريو كولان كا اي كو بلان سيهين مدحدا مدشا ودا تشيغا قارن سي لو حقيجيو قبسو ميدا دورشا حر اي حلال اهي او كو داعدا سي نباد اهي دال كانا او هر سيدو حسلوني سياسة ديت او نباد اهي ايا لغو سو قبقبيو ورمورتييد كا سو بحاي ميدوغا مشارحين تمعارد كا دينا عاكلا وحا حالكا مدنبايس اهي لغا غاري حيسا دي دقال اي مالميه ادن بيي كتاقنا ديق مدى دولو اي قبل كدو سيدا اي الى حب اغال اهي اشيغان ورباهنتا حيسا دا دقال او ده حيسي عيدا مدى دولة دا صوماليا اي هوري او جيسي ديق مدى دولو اي عيدا مدي او كال هوري دولة دا كوري جي وزير كيو هوري امنيغا جبلان عبد الرشيد جنن كواسي او قدود حوغان كسمي ديق مداسي او ده ياشا داقان كدق مدى او ده ده حادين كده بلاوي عيدا مدى كو ودا سوغان دولو ايا دولة ده فدرال كاهي ايا قدن بينتي لغو دميي ان حرو ينكي كلابتان عيدا مدى اسلام مركاسين اللا سيو حقوق دودي سيدا مشارك ايا قنو ينكي كمقنا سيدو كالوحا لغو صور رميا ان عيدا مدى قدود سنا اي جنن لغا قادي قاديد كدقال كا اي هايستين كواسي او مالميهي ادن بيي اي صور دوبين قده هدق مدى دولو اي قبل كدو كورنيل ورفاشيخ آدن فرولي تليا قوتة دا طوباناد قيبتا أفرتاني سدحاد دي قبل كدو أيا دنكي سبالان قاضي إني حالينا يان تابشو ينكا أي خبان عيدا مدى أينا كلابتين وحا أوسي وين أغو مهد عليي أو دياش دقان كي وحقرات كدق مدى دولو أو قيب كيهين مامول كي سراكيش عيدا مدى كواسي أو شيغي إني كالين مهيم أي كعيارين حالك غاريس تحيسة دا تاقنيت maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa degmada doolow ee gobolka gedo ka taagnaa xiisad u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwii uu dawladda ku wareejiyay wasiirkii hore ee amniga Jubaland Master Janan kuwaasi oo ka gadoodsanaa inaysan helin xuquuqdii iyo mushaarkii ay ku lahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba arrintani ayaa imaanaysa xilli ay maalmihii u dambeysay soo baxayeen warar sheegaya in khilaaf xoogan uu ka dhex qarxay Cabdirashiid Janan iyo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo فضلاً دب أدا ورر كيني هوري إعلان سيدة ميديا
كسر دواد وركي قدم بيا على سيد ميديا مدحوينا وقت كدا عي محمد عبد الله فرماجو أو دجي قرشة عصب دور شوين كجلها الشعب كفدرال كصومالي سلام ركاسنا وحودونا يا إن جلها فدرال كصومالي أو جبي أهم ببوا وسيد وقصوبه لها إن أدير كيس جنان أوسكو سو شرحي حلك جلها فدرال كصوماليا قدوميها قديك دور شوين كهير فدرال كصومالي محمد حسن عرو يا كهاد لي أرمها دور شوين كاسقاب قب سجا كتاجن ولي أرنت حبناها جلها وقوي kasoo galaya doorashada iyo siyaasiyiinta reer Hiiraan ee doorashada doonaya in ay ku galaan ama ay ka dhacdo magaalada Baladweyne ee gobolkaasi Hiiraan gudoomiye Ciir ayaa sheegay in sida ay doorashada aqalka sare u dhacday meelo kamid ah gobolada dalka ay ahaayeen mid la soo dhaweeyay isla markaasina halka qaar kalena laga soo horjeestay waxa uu sheegay in dhawaan soo saari doonaan habraac lagu maamulayo doorashada xilibanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka maxamed xasan ciir ayaa sheegay in dhaqaale ku filan doorashada ay gacanta ku hayaan isagoo ka falciliyay walwalka ay qabaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo maalintii labaad shir ugu socdo magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya si kastaba hadalka ciir ayaa ku soo aadaya xilli dhaliilo laga muujinayay doorashadii aqalka sare ee ka dhacday maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug isla markaasina hadda loo diyaar garoobayo doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya warar ayaa sheegaya qorshe uu damacsan yahay madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina uu doonayo in xilibanada baarlamaanka imaan doono isaga loo soo saaro isla markaasina boob xoogan uu ku bilaabo si kastaba ha ahaatee qorshahaasi xoogan ayuu degaya madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale wax badan ka ogow kursiga xilibanimo ee u taagan yahay cabdirashiid janan oo ka soo baxsaday filla soomaaliya wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa magaalada muqdisho ugu dhawaaqay musharaxnimadiisa xilibanimo ee golaha shacabka federaalka soomaaliya kadib markii uu ka soo baxay xeendaabka filla soomaaliya una soo galay mucaaradka cabdirashiid janan oo muddo badan dagaal kula jiray dowladda federaalka ayaa bilooyin ka hor isku soo dhiibay filla soomaaliya kadib heshiis dhex maray balse wuxuu ka soo baxsaday laba maalmood ka hor inkasta uu diiday inuu si cad u qirto arrintaasi haddaba kursiga janan uu shaaciyey inuu u taagan yahay ayay sumadiisu tahay hob 116 kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay degmada garbaharay ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland kursigan ayaa waxaa xilligaani ku fadhiya xildhibaan cabduqaadir aadan nuur waxaana jira musharaxiin dhowr ah oo uu ka mid yahay cabduqaadir oo u taagan kursigaasi sida ay qaarkood ka sheegeen warbaahinta kursigan oo deegaan doorashadiisa tahay degmada garbaharay ayaa waxaa si weyn isugu hayay madaxweynaha muddexeleedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe xogta la helay ayaa sheegaysa in farmaajo iyo fahad yaasin ay isku maandhaafeen damaca cabdirashiid janan ee ahaa inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka 11aad taasoo keenay inay labada dhinac isku dhacaan kadibna janan uu xiriir la yeesho siyaasiyiinta mucaaradka ee muqdisho oo midkood uu marti u yahay iminka arrintan ayaa dhabarjab ku ah madaxweynaha muddexeleedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo isdhiibidii cabdirashiid janan ka dhigay guul weyn oo siyaasadeed golaha wadatashiga qaranka ayaa kal hore go'aamiyey in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka gedo si ay habsami uga dhacdo doorashada gobolka gedo dhinaca kale madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaabe oo loo ogolaaday inuu tago magaalada baladweyne ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in siyaasiyiinta iyo dhaqanka beesha xawaadle ogolaadeen in madaxweynaha maamulka hir shabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe uu tago magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan isla markaasina ay la shaqeeyaan kulamo maalmahaani ka socday muqdisho ayaa hadda u wareegay magaalada baladweyne waxaana la filayaa in odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta soo bandhigaan waxyaabaha ay kula heshiin karaan madaxweyne cali guudlaabe kadib looga yeero magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan siyaasiyiinta xawaadle ayaa istusay in cali guudlaabe uu haysto sharciyad iyo muddo xileed uu ku shaqaynayo isla markaasina haddii ay sii diidaan ay ku waayi karaan waxyaabo badan oo ay xaq u lahaayeen gobol ahaan iyo dhallinyarada ku sugan duleedka baladweyne aysan sii joogi karin bannaanka magaaladaasi xildhibaano iyo siyaasiyiin beesha xawaadle u dhashay ayaa sabtidii gaaray magaalada baladweyne iyadoo ay halkaasi ka bilowdeen kulamo ay la qaadanayaan dadka deegaanka iyo ugaaska beesha xawaadle iyadoo la filayo in dhowaan ay soo saaraan in magaalada loo ogolaaday cali guudlaabe madaxweyne cali guudlaabe ayaa dhowr jeer ku hungoobay inuu tago magaalada baladweyne waxa uuna u arkaa
tagitaankii gobolka Hiiraan arrin muhiim u ah shakhsiyadiisa maadaama uu la daala dhacayay eedo iyo dacaayado ka dhan ah oo ku aadan tagistiisa baladweyne isla markaasina wacad ay ku mareen General Xuud iyo tiimkiisa in ay weerari doonaan haddii uu ka soo dego magaalada baladweyne si kastaba ha ahaatee xiisadii ka taagneyd baladweyne ayaa iminka laga yaabaa in la xaliyo Cali Guudlaabeena muddo dheer kadib oo halkaasi ka dego dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka